وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء مجدي شحاتة، أحد أبطال سلاح الصاعقة بحرب 73 وقائد المهمة المستحيلة بالكتيبة 83. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وحضرتك طيبة وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. أهلا بيك سيادة اللواء مجدي شحاتة. أولا يعني نقول للسادة المشاهدين، لماذا لقبت بقائد المهمة المستحيلة بالكتيبة 83؟ والله المهام كلها كانت مستحيلة، جيت الحقيقة يعني من بداية المعركة من 73 كانت مهمة مستحيلة على القوات المسلحة كلها، كلهم كانت سهلة بالحساب بالورقة والقلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان معانا، لأن احنا اجتهدنا جدا و ذاكرنا الدرس ووعينا كويس قوي، فعشان كده لما كنا عندنا رغبه شديده للقتال ربنا وفقنا الحمد لله رب العالمين. وانا كنت يعني في اتجاه منفصل وليا مهمه خاصه وزي زمايل الحمد لله رب العالمين، وربنا وفقني مهمه خاصه خلف خطوط العدو. تمام، كانت في الجبهه جيت الحقيقه احنا القياده السياسيه والعسكريه في هذا التوقيت كان عندها ذكاء ورؤيه مستقبليه رائعه، فبالتالي كان لازم تفتح جبهه اخرى في جنوب سيناء عشان العدو ما يركزش مجهوده الرئيسي كله في اتجاه شمال سيناء، وتبقى ده ضغط على القوات اللي بتقع بالقناة السويس، ودي كانت موضوع او بتقتحم قناة السويس وكان موضوع مستاهل. كانت لازم يحصل تفكيك وتفتيت لقوات العدو وتمركزها، تثبتها في اماكن تمركزها لغايه ما المهمه الرئيسيه اللي هي عبور قناه السويس كانت تتم. فنزلنا احنا خلف خطوط في جنوب سيناء كلنا بعدد كبير من الكتائب الصاعقه في جميع وديان، انتشرنا في وديان جنوب سيناء، وبالتالي العدو الاسرائيلي لم يتمكن من التحرك او لم يتحرك لمده اكثر من 4 ايام، ودول كانوا مطلوبين كمهمه رئيسيه مننا ان العدو الاسرائيلي يثبت في مكانه ونحقق فيه اكبر خسائر ممكنه في هذه الايام. هل عشان كده سميت مجموعتك مجموعه العائدون من الموت؟ والله يعني جيت الحقيقه برضو احنا مش مجموعتي بس، لا الحمد لله، مش عايز اقول لحضرتك في بطولات وفي اعمال تمت في جنوب سيناء يعني تشرف مصر والمصريين والعرب الحمد لله رب العالمين. سيادة اللواء، ده يعني يدعوني اني اتساءل، في مقوله لجنرال امريكي شهير هو جنرال جورج سميث باتون، وهو جنرال قاد غمار الحرب العالميه الاولى والثانيه، ويقول ان الحروب تخاض بالسلاح ولكنها تربح بالرجال. إذا طبقنا هذه المقولة على حرب أكتوبر العظيمة، فيعني تصف لنا رجال القوات المسلحة وعقيدة القوات المسلحة في هذه المرحلة. والله يعني حضرتك طبعا لو كنت عشت، طبعا السن طبعا فرق السن، لكن لو حضرتك عشت الروح بتاع مش القوات المسلحة بس، القوات المسلحة والشعب المصري في هذا الوقت، لا كان يعني الحمد لله رب العالمين احنا استفدنا جدا من درس 67، وكانت مصر في 73 مصر ثانيه خالص. في المقاتل المصري الواعي المصر على استرداد ارضه وكرامته كانت واضحه جدا، وكانت روح مختلفه، شكل مختلف، كان طبيعي جدا وقوي قوي ان احنا الحمد لله نجتاز هذه المرحله المظلمه من تاريخنا. يمكن من المقولات العسكرية أيضا أنه لا مستحيل في الحرب شريطة الجرأة، والجرأة يكون مبعثها يعني دوافع مختلفة، يعني شجاعة أو عقيدة ما يتبناها المقاتل. المقاتل المصري والجندي المصري والضابط المصري في هذه المرحلة، يعني عقيدته التي دفعته إلى الاستبسال في هذه الحرب. طبعا كان المقاتل المصري مؤمن بقضيته تماما، وبالتالي عارف هدفه، والهدف كان مهم جدا ان احنا عايزين نوصل ان احنا نسترد ارضنا نستعيد كرامتنا، فكان الهدف واضح، فبالتالي ما كانش فيه اي حاجه تعويق هذا الهدف من امكانيات ضعيفه، ظروفنا، فرق امكانيات مع العدو، وجود العدو في اماكن حصينه، كل ده ما كناش بنفكر فيه. احنا كنا بنفكر في هدف واحد بس، ان احنا ننفذ، كل واحد ينفذ مهامه على الوجه الاكمل، بحيث تبقى في الاخر مجمل الصوره ومجمل الاعمال كلها
لصالح الخطه العامه للقوات المسلحه اللي هي العبور ومواجهه العدو الاسرائيلي على الضفه الشرقيه. ودي كانت اخطر واكبر حاجه اجبرت العدو ان هو يطلب مبادره السلام ويضرب السلام، لان العدو الاسرائيلي لا يترك شبر من الارض احتلها. فبالتالي كان مجبر ان هو يترك هذه الارض وكمان يعني ايه ويعني مع الشكر عشان يقدر يعني يبقى في مبادره او في سلام عشان يامن في وجود داخل حدوده. ودي طبعا مش عايز اخش في الناحيه السياسيه، ودي للاسف الشديد لم نستغلها كدول عربيه كامله، عندنا فرصه متاحه لكنها لم تستغل في هذا التوقيت للاسف الشديد. للاسف لو كانت استغلت في هذا التوقيت كان الوضع يعني بالتاكيد سيكون مختلف تماما بالتأكيد. كان الجولان كلها معانا، الضفه الغربيه، غور الاردن، كانت الموقف مختلف تماما لو كان في شيء من الرؤيه والوعي، لكن قدر الله وما شاء فعل. ويعني ان شاء الله باذن الله سياده اللواء، يعني بعد 50 عام من نصر اكتوبر المجيد ونحن يعني نترحم على ابطالنا الذين استشهدوا في هذه الحرب وعلى من ماتوا عبر السنين، ويعني بارك الله في اعماركم وفي اعمار الاحياء منهم، كيف يعني نستطيع ان نبقي ذكرى انتصار اكتوبر حيه في وجدان وفي قلوب وعقول الاجيال الجديده التي لم تشهد هذه الحرب والتي يعني لا تعي شيئا عن هذه الحرب إلا ما تقرأه في الكتب الدراسية وربما على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الإعلام؟ والله مش أكتوبر بس، جيت الحقيقة احنا لازم كمواطنين مصريين من حق أولادنا وأحفادنا والأجيال القادمة ما تعرف ان لا مصر لها تاريخ مشرف، حتى ان اعتبارا مش بالتاريخ القديم، انا ما بتكلمش على 7000 سنة، انا بتكلم على التاريخ الحديث من ايام محمد علي وحروب محمد علي وانتصاراته ووجوده في افريقيا بالكامل ووجوده في 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 في, في الشام ووصوله حتى تركيا بالحق وبال ما كانش فيه، كان راجل بيعمل لقضيه عادله في هذا التوقيت. اتكلم على حروب 48 مشرفه ولها مواقف ولها قصص لازم الاجيال بتاعتنا تعرفها، يعني لازم نرجع للتاريخ ونحطه بحق وبصدق لأعمال هذه الأبطال. 48 لها بطولات غير عادية ولها برضو مواقف سياسية، لازم يبقى فيه وعي، في احنا في معركة وعي المفروض احنا يعني لازم يبقى فيه معركة وعي للمواطن سواء صغير سواء متوسط. لا عندنا 56 ايه الجوانب السياسية فيه كانت شكلها ايه، والجوانب المواطن كان شكلها ايه، والتنمية شكلها ايه، وازاي تكلفت الدول الغربية في هذا التوقيت لإسقاط مصر. 67 ما هي الظروف اللي حواليها، ورغم كده كان فيها بطولات لاستنزاف. طبعا 73 كمثال لما نقدر ننسق ونشتغل كمجموعه عمل مش كافراد مش كجزر منعزله، لا احنا بنشتغل كلنا في هدف واحد. نعم. وده كان سبب النجاح بتاع معركه 73. فجيت الحقيقه لا التاريخ مهم قوي دراسته عشان خاطر نبقى عارفين يعني من ليس له تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل. صحيح. التاريخ مهم جدا بالنسبه لنا. نقرأ التاريخ لنستفيد منه الدروس والعبر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء مجدي شحاتة أحد أبطال سلاح الصاعقة بحرب 73، نشكر تواجدك معنا وكل عام وحضرتك بخير.